بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت اللي بيتفرج على قناتي لأول مرة، إذا عجبتكم القناة الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة الريفيو مختلف شوية، عاملة لكم ريفيو عن الغسالة توشيبا. توشيبا العربي. الغسالة دي على فكرة أنا عندي ماما بتاعتها، أنا كنت في زيارة ليهم وهم يعني جايبينها وكده وجربوها، حلوة وإمكانياتها حلوة جدا. فالنهاردة في ضيفة على القناة، النهاردة هي أختي، هي بقى اللي هتشرح لكم الغسالة وإمكانياتها إيه، لأن هي طبعا اللي مجرباها. وهسيبكم كده معاها بقى عشان تشرح لكم تشغيلها ازاي، وازاي الزراير دي. هي طبعا تاتش زي ما انتم شايفين. هسيبها معاكم بقى تكلمكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. انا اخت هنا، جايه النهارده ضيف عليكم ان شاء الله، بقى ضيفه خفيفه اشرح لكم الغساله التوشيبا فوق اوتوماتيك بتشتغل ازاي وامكانياتها ايه، كل الاوبشنات بتاعتها. اول حاجه بنعمل الباور بتاع الغساله تشغيل، بعد كده بنعمل مستوى الميه، في 4 مستويات للميه، بعد كده بنعمل الغسيل بتاعها، وهنا في سخن وبارد، وبعد كده هنقوم حاطين الفيشه، نفتح الغطاء، بعد كده نقوم حاطين الغسيل، الغسالة تشغيل، بعد كده نقوم مظبطين مستوى المية على حسب الغسيل اللي احنا حاطينه. نعمل الباور بتاع الغسيل. اول حاجة بناخد المسحوق، مسحوق عادي، وهنا الحاجات الاضافات اللي هتتعمل مع المسحوق، سواء كلور او كلوروكس او داوني، اي حاجة او اي معطر. وهنا الباور بتاع الغسالة هنشغلها، بعد كده هنعمل مستوى المية على حسب الغسيل، في 4 مستويات، تمام. بعد كده هنعمل ايه التشغيل، يا اما 4 دقائق او 8 او 12، احنا بنعملها على طول 12. وهنا بالنسبه للشطف، في مره، في 2، في اوفر، وهنا بالنسبه للعصر لحد رقم 9، اللي هي 9 دقائق. بعد كده نقوم ايه اعتيادي، الاوبشن بتاعه الغسيل اعتيادي، وغسيل تقيل وغسيل خفيف، وبطانيه، وفي نقع، وفي تنظيف للحوض بالنسبه لما تنضفي الحوض، بس ما يكونش فيها غسيل، عايز تحطي لها اي حاجه تنضفي بيها الحوض. هنا الفلتر بتاعها بنفتحه، بنلاقوا فيه اي شوائب او حاجه بننضفها من الحوض بتاع الحوض الميه. بعد كده بنركبها هنا تاني كده عشان لو اي مثلا زراير، اي فتل، اي حاجه الفلتر بيمنعها. بعد كده بنضفها، بنخرج كل ده من تحت الميه، اللي هو ده يا جماعه، ده الفلتر. وهنا بعد كده بنعمل الباور، بعد كده بنعمل ايه بقى على حسب الحوض، نحط كوبايه ميه، كوبايه خل، ونعملها على اعلى مستوى من الميه، ونديها دوره كامله بالغسيل والشطف والعصر. بعد كده بنقوم ايه دايسين ستار، دوسنا الستارت كده، الستارت تشغيل، بعد كده هنا تشغيل مؤقت لما نيجي نمنع ايه الغسيل. بعد كده نحط الغسيل والميه هتبتدي تنزل، نقوم ايه حاطين الغطا تاني، قافلين الغطا تاني على الغسيل. هنيجي نفتح الغطا كده، هتدينا ايه حاجه زي زماره، فيت فيت كده كده، ايه معنى كده ان في حاجه غلط حصلت، لازم تقفل الغطا كده تاني. استني بقى، ممكن اعمل لك البتاع، والحوض كده زي ما انتم شايفينه كبير. ممكن ناخد بطانيه، وهي الغساله 11 كيلو كلها تكلف، وبتدي قوه دفاع لميه كبيره جدا من على الجنب كمان، من هنا، من على الجنب، من تحت ومن فوق، ده غير الميه اللي تنزل من الدرج بتاع المسحوق، عشان تنزل المسحوق وتنزل الاضافات الثانيه.
وكده بقى الغساله بتبتدي تملى ميه على المسحوق، وبعد كده ايه هنبتدي ان احنا نشغلها، هي تشتغل لوحدها. ده الغسيل العادي وده الغسيل التقيل والغسيل الشتوي، وهنا الغسيل الخفيف اللي هي الحاجات الخفيفة كده وما تكونش حاطة غسيل كتير. وهنا البطانية ما تزيدش عن 5 كيلو، وفي نقع النقع بيقعد حوالي ساعة، بعد كده بتقوم عاملة دورة تانية. وفي تنظيف للحوض اللي احنا قلنا ان احنا بنحط كوباية خل ونعمل لها دورة كاملة غسيل وشطف ودورة سلة. وبالنسبة للزرار دول بريسيت، دي حماية الأطفال علشان بنظبطه، لو الطفل مثلا فتح الباب كده بيديكي إنذار إن في حد فتح الباب، وكده غلط إن الباب بيبقى مفتوح والغسالة شغالة، فالغسالة كده كده بتفصل منها نفسها. اه اللي هو تقصدي يا فوفو اللي هو الزرار ده؟ اه اللي هو الزرار ده اه بنظبطه. وفي اللي هو البارد وفي دافي وفي سخن، على حسب ما انت عايزه وعلى حسب النوع الغسيل اللي انت حطاه. عايزه الغسيل يستحمل بارد دافي على حسب ما الغسيل ما هو ما يحتاج. يعني ممكن تحطي بقى مثلا جنسات او كده، بس طبعا باختلاف مع على حسب البرنامج البرنامج المناسب ليهم. هي كام كيلو يا فوفا؟ هي 11 كيلو. هي 11 كيلو. بس بالنسبه لتجربتك بقى، هي حلوه عجباكي؟ اه لا هي جميله، هي جميله هي حلوه وعمليه وسهله سهله الاستعمال، وبتعمل كل حاجه الاوتوماتيك بتعملها، وليها توصيل سخان ليها توصيل سخان اللي هو ده الاوتوماتيك اللي هو ده. لو عايزه تشغليها بارد على طول ممكن تشغليها بارد على حسب، يعني تقومي قافله السخان وتوصليها بالبارد بس. او عايزه الميه فاتره تقومي ايه موصلانه بقى ما بين البارد وما بين السخن. بس عن تجربه فعلا؟ لا عن تجربه جميله. حتى بصي شوفي الميه ما شاء الله متدفقه بطريقه حلوه يعني. هي لسه كده مفيش دوران. لا كده بقى ابتدت ان هي تدور، كده ابتدت ان هي تدور بقى، ابتدت بقى ان هي تشتغل كده وتلف بقى. بس انا مشغلاها تنظيف الحوض. تنظيف الحوض بتبقى بتدي قوة اندفاع من تحت ومن فوق، من الفتحات اللي تحت ومن فوق، بتدي قوة اندفاع المية من تحت ومن فوق، على اساس الغسيل المية توصل من تحت ومن فوق وتقلب بقى في المسحوق، المسحوق يوصل تحت وفوق ما يبقاش فوق بس. بتحطي بقى خل او كده في هنا كده انا حاطه خل عشان خاطر بنضف الحوض في الغساله، عشان ما تحطيش بقى دوره كامله بقى من شطف العصر للغسيل. من اي شوائب بقى او اي وبره مثلا موجوده؟ مع تنظيف ايه بقى؟ مع تنظيف الفلتر. تنظيف الفلتر اللي انت وريتهولنا اللي هو مش عارفه اطلعه دلوقتي، بصي اللي هو موجود تحت اللي هو ده تمام اللي هو ده. بس هي بسيطة يعني كشرط. هي بسيطة يعني في الأول كده ممكن إن احنا نشوف الزراير كتير كده يا جماعة، بس هي يعني مع التعود والاستمرار طبعا وخبرتك معاها هذه بسيطة وحلوة. تبقى بسيطة وسهلة جدا. طيب هي دلوقتي طبعا بتعمل تنظيف للحوض. كده بقى نقفل ال عشان كده ايه بترجع وقفت الساعه. طالما فاتحين كده كده بصي الساعه بتقف، كده غلط. طول ما انت فاتحه كده غلط، تقفلها كده الساعه كده تشتغل. تقفلها كده الساعه كده تشتغل. هي اللي هي توشيبا بالنسبه للون ده، اللون اللي هو لا في لون ابيض، لا في لون ابيض في السيلفر في سقف الابيض. بس على ما اعتقد السيلفر شكله اشيك يعني. على حسب بقى الاذواق يعني كده، على حسب الاذواق. بس بجد يا جماعه انا بنصح بيها ان انتوا تجيبوها، هي جميله جدا وتوشيبا ياباني، وهي سعرها من 5700. كنتوا جايبينها امتى بقى؟ كنا جايبينها من سنه. بس ما شاء الله عليها يعني زي يعني الفل، وبتنظف الهدوم. انا قلت يا جماعه يعني هي بقى اتكلمت باستفاضه عنها، لان انا شخصيا انا عندي سامسونج هبعمل لكم برضو ريفيو عنها ان شاء الله. بس هي عشان جربتها وعند ماما هنا جربوها، فهم صراحه بيشكروا لي فيها قوي، وبيقولوا امكانياتها حلوه. وان شاء الله كده بقى اسيب فوفا اختي تختم معاكم الفيديو ويوسف. يلا يا رب يكون كده ضيفه خفيفه عليكم، وقدرت ان انا اوصل لكم المعلومه توصل لكم، وان شاء الله باذن الله نتقابل تاني في حاجه تاني جديده باذن الله على خير باذن الله. السلام عليكم.
باي باي. باي.